التحليل مع ضيفنا من العاصمة اللبنانية بيروت مدير مركز الدراسات في مجموعة بنك بيبلوس في لبنان الدكتور نسيب غبريل. دكتور نسيب مرحبا بك. سقف الدين الماضي في الولايات المتحدة سجل 31 تريليونا و400 مليار دولار، ربما في الأسابيع الماضية فقط ارتفع حجم هذا الدين إلى 34 تريليون دولار، خاصة في ربما الأسابيع الأربعة الماضية. هذا السقف يعني كيف يمكن للولايات المتحدة أن تجاري ارتفاعاته الكثيرة جدا؟ صحيح، الأرقام الرسمية تبين أن وصل الدين العام في الولايات المتحدة إلى 34 تريليون دولار في الشهر الحالي، وهذا يوازي أكثر من 125% من الناتج المحلي الأمريكي. وإذا نظرنا إلى أسباب ارتفاع هذا الدين العام، نرى أن خدمة الدين كانت توازي 10% من إيرادات الخزينة في 2022 و 4% من الناتج المحلي أيضا في 2022، ولكن التوقع والعجز في الموازنة كان في 2022 3.7% من الناتج المحلي. أما التوقعات المستقبلية فمثلا وكالة موديز توقعت في العشر سنوات المقبلة أن يصبح الدين العام يوازي 26% من الإيرادات، يعني يستوعب 26% من الإيرادات ويوازي 4.5% من الناتج المحلي، بينما وكالة فيتش تتوقع أن يتسع العجز في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي في 2023 ويصل إلى 7% من الناتج المحلي في 2025. يعني هذه أرقام توازي المالية العامة في بلدان في الأسواق الناشئة، في بلدان في طور النمو، وليس أكبر اقتصاد في العالم وأكثر أسواق مالية متطورة في العالم. ونتيجة هذه الأرقام وكالة موديز عدلت توقعاتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية في تشرين الثاني من مستقر إلى سلبي، بينما وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في آب الماضي درجة واحدة. فيعني النظرة المستقبلية حتى لو وافق الكونغرس الأمريكي على الاستمرار في النفقات وعدم التعسر عن تسديد الدين، النظرة المستقبلية هي ليست براقة بالنسبة للمالية العامة في الولايات المتحدة، أولا بسبب توقعات استمرار الفوائد المرتفعة لفترة طويلة، وهذا سيرفع خدمة الدين في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى ولكن هنا في الولايات المتحدة أيضا. والنفقات التي ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ جائحة كورونا وبالتحديد منذ مجيء الإدارة الحالية إدارة الرئيس بايدن إلى الحكم وزيادة النفقات لمشاريع اجتماعية ولبنى تحتية وغيرها من النفقات، كل هذه لا تبشر بتحسن وضع المالية العامة الأمريكية في المدى القريب حسب وكالات التصنيف. يعني إذا كان سقف الدين أو حجم الدين الأمريكي ارتفع في عام واحد بعد آخر جلسة حاسمة وساخنة في الكونغرس الأمريكي بتريليونين وستمائة مليار دولار، إذا نحن أمام احتمالية إغلاق جديد أو تهديد بإغلاق حكومي جديد سيكون في هذه المرة هو الثاني عشر منذ عام 1980؟ هذه أصبحت مسألة تتكرر في الولايات المتحدة، ويصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى حل في اللحظات الأخيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى الحزبين يتفقان في الأيام الأخيرة على استمرار النفقات وعلى تجنب التعسر وعلى رفع سقف الدين العام. فالمشكلة هي في تخفيض النفقات وتقليص العجز في الموازنة في ظل استمرار الفوائد المرتفعة، وهذا قرار ليس عند السلطة التنفيذية أو التشريعية، هو عند السلطة النقدية طبعا الاحتياطي الأمريكي، وهذا يتعلق بنسبة التضخم بسوق العمل
بعوامل أخرى أدت إلى اتساع العجز في الموازنة وبالتالي إلى ارتفاع الدين العام. فاليوم التحدي كيف يمكن تخفيض النفقات، لأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع التحكم بالفائدة، وهل ستستطيع أن تلجم العجز في الموازنة واستمرار ارتفاع الدين العام؟ حسب وكالة موديز هذا الارتفاع مستمر، خصوصا أن خدمة الدين ستشكل 26% من الإيرادات، ستستنزف 26% من الإيرادات في 2033. فالنظرة ليست متفائلة حاليا، لكن طبعا الولايات المتحدة هي سوق مالي ضخم وهي التي تطبع الدولارات، وبالتالي يعني تستطيع الاستمرار في تمويل ذاتها ولكن بكلفة مرتفعة. نعم دكتور نسيب، يعني المتابع لجلسات الكونغرس حين يناقش رفع سقف الدين الأمريكي وكأننا نتابع فيلم من أفلام الأكشن الأمريكية، لأنه السجال بين الديمقراطيين والجمهوريين كثير وكثير جدا في هذا المجال. الجمهوريون في هذه الحالة يضغطون ربما على تخفيض النفقات الأمريكية، على تخفيض سقف الدين الأمريكي، وهم أنفسهم الذين أضافوا لحجم الدين الأمريكي 7 تريليونات و800 مليار دولار في عهد الرئيس ترامب الجمهوري. الآن هناك محاكات مع رئيس بايدن الديمقراطي. في الحالتين الدين الأمريكي يرتفع ويرتفع بشدة بدون شك. وهذه المواجهة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هي على خلفية سياسية وعقائدية. يعني الحزب الجمهوري يصر على إدخال تعديلات على نظام الهجرة وعلى الحدود مع المكسيك وعلى مسائل لا علاقة لها مباشرة بحجم الدين العام ونسبته للناتج المحلي وتكلفته وخدمة الدين. والحزب الديمقراطي الآن يدخل في سنة انتخابية هدفه إعادة انتخاب الرئيس بايدن، فهناك خلفية سياسية لهذه المواجهة وأيضا خلفية عقائدية، لأن الحزب الديمقراطي يعتقد أن الحكومة المركزية إحدى مسؤولياتها هو تحفيز الاقتصاد واستمرار النفقات وشبكات الحماية الاجتماعية، بينما الحزب الجمهوري يعتبر أن الحكومة المركزية هي انفلاشية والنفقات هي تؤدي إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأمريكي ويجب إعطاء صلاحيات إلى الولايات أكثر من الحكومة المركزية. يعني بين الخلاف العقائدي والمواجهة السياسية يستمر ارتفاع الدين العام، ونجد صعوبة في تقليص العجز في الموازنة العامة، وهذا تحدي تواجهه أسواق، يعني أسواق في آسيا وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط، واليوم الولايات المتحدة تواجه نفس التحدي. أشكرك ضيفنا من العاصمة اللبنانية بيروت، مدير مركز الدراسات في مجموعة بيبلوس أو بنك بيبلوس في لبنان، الدكتور نسيب غبريل، أشكرك جزيل الشكر. شكرا.